إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس لا يعني تصفو مشاربه. يعني من منا لا يعيش في بلية وفي محنة وفي رزية؟ كلنا ذاك الرجل. لهذا من الأمور التي أتى بها القرآن كذلك هي البشريات والمبشرات. والله القرآن يعني حافل بهذه الأمور. صح. يعني تصور الملائكة الآن بشرت إبراهيم عليه السلام بالولد، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. أيضا الله سبحانه وتعالى يعني بعث البشير كي يذهب الحزن عن يعقوب عليه السلام، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يعني حين جاءه يعني ولده بالقميص الملطخ بالدم الكذب فأحزنه، اليوم تأتيه البشارة، يعني تأتيه البشارة كي تفرحه وتبهجه. يعني تصور يعني والله القرآن، نداءات القرآن في الأخير، وفي الأخير ارفع أبويه فوق العرش، فوق العرش. نعم سبحان نعم الله، وخر نعم كما قال الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني تصور يعني هذه البشريات القرآن الكريم. دائما شوف توجيهات القرآن، ولا تحزنوا ولا تهنوا لا تيأسوا لا تقنطوا. نعم، رغم ما يصيب الإنسان من المصائب والضائقات والنائبات، لكنه دائما يكون رجاعا إلى المولى سبحانه وتعالى. لهذا دائما الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو نزلت به نازلة فليتذكر يعني أن له ربا رحيما، والله يكشف الضر. الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. إنسان لابد أن يعي هذه المعاني، أن الله سبحانه وتعالى جعلك والله في فسحة. صح. وهذا البلاء، هذه البلية إذا وقعت بك فهي والله تكفر من ذنوبك ما الله به عليم.